عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين تتسع وتحقق نتائج مؤكدة، منها تدمير 10 طائرات مسيرة ومفخخة بكميات من المواد شديدة الانفجار أطلقها إرهابيون من جبهة النصرة في بلدة النعيمة باتجاه الأحياء الآمنة في مدينة درعا، وقامت وحدات الجيش بإسقاطها قبل وصولها إلى المدينة. كما دمرت وحدة من الجيش في منطقة درعا البلد مقرا للإرهابيين وأوقعت العديد منهم بين قتيل ومصاب. وإلى دير الزور فقد نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تجمعات ومحاور تحرك مرتزقة تنظيم داعش، وأوقعت العشرات منهم قتلى ومصابين. ووجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على بؤر إرهابي تنظيم داعش في أحياء الحويقة والرشادية والعمال في المدينة، ما أسفر على إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري وتدمير مستودع ذخيرة في حي الحويقة. على الأرض تبقى كلمة الفصل لوحدات الجيش التي ترسم خارطة الانتصار لتتكامل مع الإنجاز الكبير في الانتصار على الإرهاب في حلب، لتكون باقي المناطق السورية خالية من العصابات المأجورة التي كانت أداة بيد الغرب للنيل من صمود سوريا. ولكن هذه العصابات تتهاوى وتسقط أمام بسالة حماة الديار وإرادة السوريين في جميع مناطقهم.